السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون فيها. اختتام القمة الأولى لدول الساحل بنواكشوط، والمشاركون يعلنون تأسيس إطار يجمع بلدانهم الخمس، والرئاسة تؤول إلى موريتانيا. ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم للجميع ينظم ورشة تكوينية حول تقنيات الاتصال والتسيير. مقاهي الإنترنت في موريتانيا بين ضرورة تفعيل الرقابة وإطلاق الحبل على الغارب. وفي الرياضة تتابعون نادي يورويا الغيني يقضي على آمال إفسي نواديبو ويسحقه بثلاثية نظيفة، ونادي العصابة ينتفض بعد سلسلة إخفاقات في الدوري. أهلا بكم. أعلن رؤساء دول الساحل في اختتام القمة الأولى المنعقدة في نواكشوط عن تأسيس إطار يجمع الدول الخمس في المنطقة، سموه مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي. أسندوا رئاسته لموريتانيا والتي سيكون فيها أيضا مقر الأمانة العامة للإطار التي تتولاها النيجر، على أن تعقد القمة المقبلة بتشاد. تفاصيل أكثر عن هذه القمة نتابعها في التقرير التالي. مجموعة دول الساحل الخمس إطار يخرج إلى النور في العاصمة نواكشوط بعد اتفاق رؤساء تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا على إنشائه. إن التحديات التي تواجه منطقتنا تتطلب بالدرجة الأولى خلق تضامن قوي بيننا، وينبغي في هذا الإطار وعلى الفور تعزيز السياسات وتقوية التنسيق الأمني، كما أن ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون يبقيان بلا شك أهم مواقف من التطرف والغلو. تحديات تواجه دول الساحل الخمس من أبرزها الإرهاب والتنسيق الأمني والاقتصادي بين الدول التي تنظر للكيان الجديد بأمل كبير. هناك صلة وثيقة بين الأمن والتنمية، وهذا ما يجعل من الطبيعي أن هذه البلدان الخمسة تسعى إلى وضع استراتيجية مشتركة ومندمجة من أجل مواجهة المشكلات المؤسساتية التي تواجهها في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية ومواجهة المشكلات المتعلقة بالأمن والتنمية الاجتماعية. البيان الختامي للقمة نص على أن تحتفظ موريتانيا بالأمانة الدائمة للمجموعة على أن تؤول الرئاسة القادمة للنيجر في وقت تعول فيه الدبلوماسية الموريتانية على دول الساحل للدفع بالاتحاد الإفريقي نحو الاندماج. موريتانيا تتولى الآن رئاسة الاتحاد الإفريقي وتتولى وأصبحت من اليوم تتولى رئاسة هذا الكيان الجديد، وهذا يعكس ثقة الدول الإفريقية ودول المنطقة في قدرة موريتانيا على قيادة العمل الإفريقي والساحلي المشترك. القمة الأولى لدول الساحل خرجت بتوصيات تحاول الدول الخمس أن تكون مجسدة على أرض الواقع بأبعادها التنموية والأمنية. ينظر المراقبون إلى قمة دول الساحل كأول تحدي يواجه موريتانيا بعد رئاستها للاتحاد الإفريقي. الداهي عقوب، قناة المرابطون، نواكشوط. من جهة أخرى، تواجه القارة الإفريقية عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل أخص تحديات كبيرة تتمثل بالأساس في الجانب الأمني وانتشار التهريب والمخدرات، فضلا عن التحديات المتعلقة بالجوانب التنموية. نتابع. لطالما أضحى استتباب الأمن هاجسا يثقل كاهل القارة الإفريقية ويثير الامتعاض بشأن مستقبلها. فالنيران لم تعد تخمد هنا إلا لتتقد هناك، واقع ساهم في إلكائه انتشار الجماعات المسلحة التي وجدت في جغرافيا هذه البلدان مكانا ملائما للتواري عن الأنظار من أجل إثارة القلق وقذف الرعب في النفوس وزهق الأرواح في بعض الأحيان. وبحجم تحدي الأمن وما تمخض عنه من انتشار للإرهاب في العديد من مناطق القارة وخصوصا منها بلدان الساحل والصحراء، يتنامى القلق تجاه تفشي تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات الأمنية العابرة للحدود. لكن معاناة القارة المثخنة بالجراح لا تقف عند هذا الحد فحسب، فهناك الفقر المدقع وما نجم عنه من ضعف وهشاشة في البنى التحتية، فضلا عن استشراء المجاعة في العديد من الأوساط، إضافة إلى الأمية الضاربة بأطنابها في معظم هذه المناطق. كلها مشاكل وتحديات مشتركة، يقول قادة القارة إنها باتت تفرض ضرورة إيجاد تنسيق أمني وتنموي بين مختلف بلدانهم، سعيا إلى كبح جماحها وتجشم ما تفرضه من مخاطر
أضحت تتهدد الحاضر والمستقبل. نظم ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم للجميع ورشة تكوينية لصالح المجلس الإداري والهيئات الفرعية للائتلاف حول تقنيات التسيير، وتهدف هذه الورشة حسب الجهات المعنية إلى دعم استراتيجيات تبادل الخبرات من أجل تعميم التعليم والرفع من مستوى. الهدف من هذه الورشة هو تكوين المجلس الإداري والهيئات الفرعية للائتلاف على طريقة إعداد المناصرة وحملات المناصرة من أجل إعداد استراتيجيات تتماشى والأهداف العامة للتعليم للجميع. ثمن رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد إبراهيم مختار صار ما سماه الكفاح الشجاع الذي خاضه شباب حزبه وحركة لا تلمس جنسيتي سبيلا إلى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة. وأضاف مختار صار في ندوة نظمها شباب حزبه بنواكشوط تحت عنوان شباب حزب التحالف من أجل العدالة وتحديات 2014 الكبرى أن السنوات الأخيرة شهدت على نضالات سلمية مهمة قام بها الشباب الموريتاني من أجل إيقاف التهميش ونشر الحرية والمساواة والعدالة. Je voudrais dire que notre mouvement أود القول إن حراكنا نحو الحرية والمساواة والعدالة هو حراك سلمي. كنا دائما مسالمين، فمنذ أن ألزمنا أنفسنا بالخروج من الهيمنة والتهميش لم نستخدم العنف إطلاقا في أي لحظة من اللحظات. كنا مهمشين، تم حبسنا، تم تقييدنا وتم قتلنا، لكن في المقابل لم نقم بقتل أي أحد ولم نقيد أي أحد. إننا نرفض عدم فهم رسالتنا التي نسعى لها والتي هي رسالة عدالة وأخوة ومساواة بين كل مواطن هذه البلاد. احتج العشرات من عمال شركة كنروستا زيازة المفصولين عن العمل أمام مقر الشركة مطالبين بالعدالة في حقهم وحل مشكلهم الذي استمر لأكثر من شهرين، وأكد المحتجون استمرارهم في تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات إلى أن تعدل الشركة عن قرار فصلهم الذي يصفونه بالتعسفي. نحن متعاقدين مع شركة كنروستا زيازة اللي له 12 سنة، واحدة منها اللي هم 10 سنوات وآخر شيء 3 سنوات، وعندنا كونترا إندا ترميني، اسمع كونترا إندا ترميني، نختار نطلع ودرك. نحن هذا من المماطلات، الرئيس أعطى تعليماته للجنة واضحة قضيته وقال لهم على أنهم يحلوا مشكلة تازياز ولا حلوها، هذا وزير المعادن مازال لا يتماطر على قضيتنا، هو وصاحب صاحب صاحب اللجنة يعدل ديماسات شارع دكار اسماته ورق. نحن نختاره نطالعكم على القضية وشينا هون واعتصمنا قدام هاي الإدارة اليوم ومستمرين في الاعتصام قدامها مستمرين إلى تعطينا حقنا. ما أنا بعد جايين ندور أي شيء، انفسدوا مالهم والله انفسدوا اي شيء، اندوروا حقنا ويا ريت الدوله الموريتانيه تعطينا حقنا من كرز، ما تعود تقبض وذهب كضوا مثل هذا في المية وتماطلنا احنا على حقنا، تعطينا حقنا وتفحصنا. نحن الناس اللي قبضونا عدلونا فحص جنرال، راينا ورق طرصونا في مبديه ما عدلونا اي فحص، ورق مطالبين سيد الرئيس يدخل لنا ويرفع الظلم عنا، وهذا مطالبينه من المنبر ومخبرينه على نهاية اللجنة وأعلى فيها اللا المماطلات هذا كان زكريا معدل ديماسات وعنده المشاكل وصاحب الشغل معدل ديماسات وأخوتي صاحب الشغل وهذا لازم يستمر على الشغل ما هو لايح المشكلة مدير الشغل هذا يا ريتو ينقرع عندي الشغل وينعطى دور القانون للمواطنين وينحماو به اسمعت ولا تعود لا دولة سايبة اللي يبقى واللي التوم يعدل هي واللي يبقى صاحب الشغل يعدل هي خوتي ها ما يتوسك. تعد مقاهي الانترنت وافدا على المجتمع الموريتاني وهي فضاء مفتوح على مصراعيه أمام الشباب والأطفال، ما جعل البعض يطالب بضرورة تفعيل الرقابة الإيجابية على تكنولوجيا العصر بهدف المحافظة على انسجام الأجيال في تكوينهم المعرفي على الأقل. نتابع التقرير التالي. باتت مقاهي الانترنت وجهة للشباب بشكل واسع حيث فرضت واقعا جديدا وأنتجت جيلا مغايرا بدورها الإيجابي في الحصول على المعرفة والسلبي باستعمالها كوسيلة تحمل من الطالح قدر ما تحمل من الصالح. هذه المقاهي يرفض الكثير من روادها الحديث لوسائل الإعلام ليكون المتكلم لها صاحب الهدف الأسمى، ويتخذ آخرون حجابا مستورا بينهم وبين آلات التصوير. مقاهي نقدر نقولوا انا مثلا نقدر نقولوا مقر
مقر لحكمك ان تمد كسياسر من شي مو مهم، ولا انك تم قاعد في الشارع قاعد في بلاصه وساخذ شي مو مهم، تجي هون تيا تقبض 30 دقيقه من وقتك، تشرشر شي فيها تقبض شي مهم، معلومات تقبض ياسر من شي مهم. لم يسلم الاطفال من ارتياد هذه المقاهي، حيث يجدون فيها مكانا للتسليه، وتلك ضالتهم، مما يجعل فضاء من المعارف المختلفه مفتوحا امام هذا الطفل الذي بمثابه صفحه بيضاء، مع العلم ان وقت تصوير هذا التقرير يقابل وقت الدوام المدرسي، مما يجعل اكثر من اشاره استفهام امام التنسيق بين المؤسسات التربويه والاسر بشكل عام. ياسر من المواقع نتواصل بهم كيف فيسبوك، ضار فيسبوك تقدر تتواصل مع جميع الناس فيه، كيف اصحابك ضار كل عاد عندك صاحب في الخارج تقدر تتواصل معه في فيسبوك، وخارجهم اللي شم المواقع فيهم الالعاب تقدر تلعبهم، وشم المواقع اخرى فيها الاسئله كيف شم الاسئله في المدرسه. بتفعيل الرقابة الاجتماعية يستفيد المجتمع من هذه المقاهي التي باتت وسيلة تقرب المعارف من الباحث، ويحاول أصحابها قدر المستطاع منع المواقع الإباحية بملصقاتهم التي تحمل رسائل تحرم فتح تلك المواقع. إذا ما تخطينا تكنولوجيا الإنترنت الإيجابي منها والسلبي تبقى ظاهرة الإدمان أكثر خطورة، لأنها باتت تضاهي الإدمان على المخدرات حسب المختصين. حامد أحمد جباوة، قناة المرابطون، نواكشوط. استفاد بعض سكان حي المغيطي بمقاطعة دار النعيم بنواكشوط من توزيع مجموعة من المساعدات تتمثل في الأغطية والمواد الغذائية والمبالغ النقدية. المساعدات التي قدمت من قبل عمدة مقاطعة دار النعيم صحبة مجموعة من الفاعلين الخيرين بالمقاطعة وبعض قيادات حزب تواصل تأتي بعد أيام من تعرض الحي لحريق تسبب في تدمير عشرات المساكن. بدورهم أكد المتضررون أن المساعدات التي قدمت لهم جاءت في الوقت المناسب، كما ساهمت في تلبية بعض احتياجاتهم. تمكنا بفضل الله تعالى من تقديم بعض المساعدات العينية وبعض المساعدات النقدية كذلك، وهي حقيقة جزء بسيط مما يستحقه هؤلاء السكان. نرجو أن تعينهم وتلوم شعثهم فيما ألم بهم، ونحن متضامنون معهم. وبهذه المناسبة نطالب السلطات الإدارية المعنية بالحل العاجل لمشكلة الأراضي في هذه المقاطعة، لمشكلة العقاري في هذه المقاطعة، حيث أن تزاحم هذه الأسر في مربعات صغيرة أدى إلى اندلاع حريق مهول أتى على عشر أسر. سيد عمدة دار النعيم شاكرتو جانا نحن هذو اللي نحرقنا، سلم مليانة 80,000 أنا وأخواتي جزا الله خيرا، والناس وصل لأخرات الحمد لله كلهم أعطى 7,000، أخوات اللي كاملين نحرقوا معي أنا كلهم سلم لهم 20,000، والمتضررين اللي دقت قبليداتهم كلهم سلم لهم 7,000 جزا الله خيرا هو وجماعته هذو. ومارو دلوري كثر خيرنا وخيرهم والفراش. إلى الرياضة الوطنية، حيث خسر النادي البرتقالي إف سي نواذيبو في مباراة الإياب ضمن دوري أبطال إفريقيا أمام نادي هورويا الغيني ب3 أهداف دون رد، ليخرج بذلك الممثل الوحيد للأندية الموريتانية من منافسات هذه البطولة. يشار إلى أن هذه المشاركة تعتبر هي الثانية لنادي إف سي نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته عام 2007، حيث أقصي من طرف نادي إنيامي النيجيري في نفس المرحلة من البطولة. شهدت مواجهات الجولة 9 من الدوري الوطني الممتاز تعثر نادي الجيش الوطني وخسارة نادي الحرس الوطني أمام نادي العصابة الذي ظهر بعد فترة توقف الدوري بشكل مغاير في مباراته الأخيرة. نتابع اليوم الثاني من باقي مواجهات الجولة 9 من الدوري الوطني الممتاز، كان ليس كغيره من الأيام بالنسبة لنادي العصابة على وجه الخصوص، فيه فاز على نادي الحرس الوطني وهو خارج دياره، وفيه صعد أيضا إلى المركز الخامس في المجموعة ألف، ليكون بذلك نادي العصابة استفاد كثيرا من فترة توقف الدوري، وهو الذي ظهر طيلة الجولات الماضية من الدوري الوطني بأداء ضعيف ومهزوز، حيث خسر في 4 جولات من الدوري. المباراة الثانية والتي جمعت بين تججج المنتفض أخيرا والذي عرف طعم الفوز بعد سلسلة إخفاقات متتالية، فرض التعادل السلبي وبدون أهداف على نادي الجيش الوطني صاحب صدارة المجموعة الثانية، لتبقى موازين الترتيب بالنسبة للفريقين على حالها. الجيش في صدارة المجموعة في انتظار مباراة تفرق زين صاحب المركز الثاني، وفي حال فاز تفرق زين يتصدر مباشرة على رأس هرم المجموعة، أما نادي تججج فما زال يتذيل الترتيب وبستة نقاط
خلف نادي الكدية الخاسر أخيرا أمام نادي زمزم. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. اختتام القمة الأولى لدول الساحل بنواكشوط، والمشاركون يعلنون تأسيس إطار يجمع بلدانهم الخمس، والرئاسة تؤول إلى موريتانيا. ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم للجميع ينظم ورشة تكوينية حول تقنيات الاتصال والتسيير. مقاهي الانترنت في موريتانيا بين ضرورة تفعيل الرقابة وإطلاق الحبل على الغارب. وفي الرياضة، تابعتم نادي هورويا الغيني يقضي على أمالي إف سين وذيبو ويسحقه بثلاثية نظيفة، ونادي العصابة ينتفض بعد سلسلة إخفاقات في الدوري. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.tv. في أمان الله.